انطلقت اليوم الخميس في ولاية إليزي عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور في 11 مكتبا متنقلا موزعا على 22 منطقة نائية تابعة لبلديات برج الحواس، جانت، إليزي وبرج عمار إدريس في ظروف حسنة، حيث استقبلت صناديق الاقتراع الأعداد الأولى للناخبين من البدو الرحل وسكان المناطق النائية منذ الساعة 8 صباحا لأداء واجبهم الانتخابي. العينة من منطقة إثنية التابعة لبلدية إليزي التي بها 5 مكاتب متنقلة. التغطية كانت لي مراسلنا محمد شنقيتي. المكتب المتنقل رقم 13 الخاص بمنطقة إفني وأهرهر أفرا وتاسد انطلقت العملية على 8 صباحا في ظروف جيدة، إقبال لا بأس به المواطنين، ظروف ما شاء الله مهيئة سواء في التنقل إلى هنا وفي المناطق الثانية الوعرة ما شاء الله. العملية ستتواصل إن شاء الله إلى يوم الأحد إن شاء الله. اليوم الحمد لله جاونا نتاع الفوط على كوفطينا باللازم نتاعنا، ونتمنى وإن شاء الله تكون الدستور جديدة منفعة للبلاد ومنفعة للصحراء الجنوب الكبير خاصة المناطق النائية. كل انتخبوا واللي ما انتخبش إن شاء الله ما يجلسين ندي فوتو نسيدا رنين إن وضعهم للمناطق دي هضني هناك النكنة. أيوة أيوة نسيدا رنين الغدالة جي الغدالة إن شاء الله نتمنى وليها تتسقم إن شاء الله.